السلام عليكم. الحمد لله. هذا يوم ليلة، يعني أنا موجودة في مكتب فنان الأستاذ القاسف في مكتبه ما شاء الله، وأنا شفت هو أعماله ما شاء الله جميلة، وكل أعمالهم يدوية، يعني هو بالمشار وثم يقطع. مثلا شفته يعمل صندوق نعل، هذا شغل ما شاء الله أنظف وجميلة، وكذلك مع يعني مع زخرفة إسلامية ما شاء الله، وشغل جيد جدا. وكذلك هو يعمل في الخط، مثلا هذا الخط مثلا هذا لله، وثم في هنا الألف ما شاء الله، وهنا الله الله، شوفوا ما شاء الله خط الثلث، هذا شيء جميل، وثم يركب على خشب. وما شاء الله هو كذلك يعمل هذا الأشياء، مثلا مثل هذا كذلك الله، في هنا ألف موجود، وعلى هنا يعمل ألف، كل شغل يدوية، مثل القلب، مثل في القلب شكل ما شاء الله جيد جدا. واليوم في أنا في زيارة هذا المكتب مفاجأة إن شاء الله، وسوف أكتب شيء لأخي قاسف إن شاء الله لذكر، وعندي في كلمين هكذا سأكتب، مثلا هذا جرب، وسأكتب له لذكر، وسأكتب له الحمد لله. أشوف هذا الشكل إن شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، أكتب الحمد لله، هذا موجود اثنين، أوكي خلي جرب. ممتاز، هذا كلام جميل. مثلا أكتب هنا ثم وبعد ذلك هو يقطع بمشاعر إن شاء الله. ثم نكمل نشوفه. أرسل الألف واللام، وبعدين هذا الحاء، هذا شيء جميل إن شاء الله. بعد القطعة، بعد التثنية هو الحمد لله، الحمد لله، شوف هذا الشكل، وثم نوقع للاسم إلى ذكر إن شاء الله. هذه نور الدين، اسم بالصيني، تاريخ ما شاء الله، وثم وقع هذا الشكل إن شاء الله جيد. شكرا جزيلا أخي الكاشف، وكذلك يوجد أخي صديقي أمجد، وأمجد ما شاء الله مترجمنا، وجزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.